محركات التأليف تنتظر عودة الحريري والعقد على حالها. طائرات غزة الورقية تشعل حقول الإسرائيليين. والاحتلال يرد بالغارات. عشرات القتلى بغارات على موقع للجيش السوري في ريف دير الزور. زلزال يضرب اليابان حاصدا ضحايا. أهلا بكم. لا جديد تحت سماء التأليف وعقد التوزير، ومحركات الحكومة ستنطلق على الأرجح الأربعاء بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى ربوع لبنان. فلا شيء داهما في الداخل، وكل القضايا تحتمل مزيدا من التأجيل والمماطلة، من الوضع الاقتصادي إلى القصف السياسي على خطوط العهد الاشتراكي، وصولا إلى أزمة النازحين والمجنسين، واللي عند أهله عمهله. وفي السياق دق رئيس مجلس النواب نبيه بري مجددا ناقوس الخطر، إذ قالت مصادره للجمهورية إن الضرورة باتت تحتم تشكيل الحكومة في أقرب وقت وعدم تضييع أي دقيقة في هذا السبيل، علما أن لبنان على حافة هاوية والاقتصاد ينذر بمخاطر كبرى قد لا يستطيع البلد أن يتحملها. وأضافت مصادر بري: دعونا ننصرف إلى التأليف وعدم إدخال البلد في أي تقاصف سياسي. في سوريا ضربة جوية استهدفت موقعا للجيش تنصل التحالف الدولي منها، وحصدت وفق المرصد السوري أكثر من 52 مقاتلا مواليا للنظام. أما في الأراضي المحتلة فطائرات الورق المزودة ببالونات حارقة والتي يطلقها الغزيون باتجاه حقول المستوطنين أشعلت غضب الاحتلال، فرد عليها بغارات وقصف استهدف مواقع للمقاومة. البداية من المستجدات المحلية على صعيد تأليف الحكومة وما تردد عن عودة الرئيس المكلف سعد الحريري في الساعات المقبلة، إضافة إلى كواليس الاجتماع الثلاثي الذي انعقد مساء أمس بين الوزيرين غطاس خوري وعلي حسن خليل والنائب وائل أبو فعور. كل التفاصيل في اتصال هاتفي مع زميلة رواند أبو خزام. رواند، ماذا عن كل هذه المعطيات وأجواء التأليف المرتقبة مع بداية هذا الأسبوع؟ نعم كاترين، خلافا لما تم ذكره بأن الرئيس الحريري يعود إلى بيروت في الساعات القليلة المقبلة، فقد أكدت المصادر المقربة أن الرئيس الحريري يعود يوم الأربعاء المقبل. فاللقاءات لتشكيل الحكومة وإن كانت قليلة في الفترة السابقة وبسبب عطلة عيد الفطر، وهي أيضا علقت بانتظار عودة الرئيس الحريري، إلا أن الاتصالات لازالت مستمرة وستكتسب زخما إضافيا بعد عودة الرئيس الحريري يوم الأربعاء. هناك حركة سياسية تبدأ يوم الخميس، إلا أن المصادر المختلفة تؤكد أن الرئيس الحريري ما زال ضمن الوقت الطبيعي في تشكيل الحكومة. خرق هذا الهدوء أو ما قمت بذكره بأن اللقاءات كانت خجولة، هذا الهدوء خرقه اجتماع بين الوزراء غطاس سوري علي حسن خليل والوزير السابق وائل أبو فعور بمنزل غطاس سوري، وجرى البحث في صيغة تذليل العقبات أمام ولادة هذه الحكومة، وخصوصا بأن الرئيس بري وأيضا الرئيس الحريري يدفعان إلى ولادة الحكومة قبل نهاية هذا الشهر وبأسرع وقت ممكن. وأيضا تم البحث في صيغ ممكنة للخروج من هذا المأزق الحالي وولادة الحكومة لإنتاج تشكيلة حكومية بأسرع وقت ممكن، وتم طرح الكثير من الأفكار، وجرى البحث أيضا بأفكار سابقة اعتبر المجتمعون بأنها سقطت مثل
فكرة حكومة الأكثرية وأيضا إقصاء بعض القوى، لذلك لا يرى المجتمعون بأن هناك عقدة مستعفية أمام تقديم صيغة مقبولة من الجميع ليتم ولادة الحكومة في أسرع وقت ممكن. أما بخصوص العقد كاترين، فهذه العقد ما زالت على حالها وهي باتت معروفة من قبل الجميع، إن كانت عقدة القوات أو عقدة الاشتراكي أو عقدة المعارضة السنية، إلا أن في هذا الموضوع تحديدا ترى المصادر بأنها عقدة وهمية، أي عقدة المعارضة السنية، لأن حزب الله تحديدا لم يطلب رسميا حتى الآن بتمثيلهم، وإذا ما تم طلب من حزب الله تمثيل المعارضة السنية فليكن هذا التمثيل من حصة رئيس الجمهورية، لأن رئيس الحكومة يتمسك بالخمس مقاعد سنية مع مقعد يتبادل به مع رئيس الحكومة، يكون بالتالي له خمس مقاعد سنية بالإضافة إلى مقعد مسيحي وأيضا المقعد الأرمني المحسوب على الرئيس سعد الحريري. هذه هي في الأسواق تأليف الحكومة بانتظار عودة الرئيس سعد الحريري يوم الأربعاء إلى بيروت. شكرا لك يا زميلة رواند أبو خسام على هذه المعلومات. طمأن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بأن الأوضاع حاليا في أحسن حال نسبة إلى ما كنا عليه سابقا، وقال بعد الانتخابات أصبحت الأمور أفضل ولسنا مضغوطين لا لأكثرية دائمة في المجلس النيابي ولا لقوى تستطيع أن تفرض قرارا على البلد من دون أن تتشاور معنا. وأشار رعد في خلال احتفال تكريمي لشهداء بلدة خربة سلم إلى أن وضعنا الأمني في أحسن حال ووضعنا السياسي واعد بأن نكون في موقع الفعل. في سوريا أعلن مصدر عسكري عن سقوط عدد من القتلى في غارات للتحالف الدولي على موقع للجيش السوري في ريف دير الزور. وقال المصدر لوكالة سانا إن طائرات التحالف الأمريكي استهدفت أحد مواقع الجيش السوري في بلدة الهري جنوب شرق البوكمال، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وإصابة آخرين. لكن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جوش جاك نفى تنفيذ أي ضربات للتحالف قرب البوكمال. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد من جهته عن مقتل أكثر من 50 عنصرا وإصابة عدد آخر من المقاتلين الموالين للنظام السوري شرقي البوكمال في الغارات الليلية على الهري. وأشار المرصد إلى أن الضربة تعد واحدة من الأكثر دموية ضد المسلحين الموالين للنظام. ويأتي هذا العدوان بعد أيام على تحرير الجيش السوري عددا من القرى في المنطقة وتمشيطها من مخلفات تنظيم داعش في البادية الغربية للميادين. قوات الاحتلال تقصف مواقع في غزة ردا على إطلاق طائرات ورقية حارقة، وسكان غزة يستمرون في حملتهم لإحراق أكبر عدد ممكن من المساحات الزراعية ردا على الحصار. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجرا غارات عدة، كما أطلقت مدفعيته قذائف على 9 مواقع في قطاع غزة. وقال جيش العدو أنها تأتي ردا على إطلاق طائرات ورقية حارقة تسببت باندلاع حرائق في مناطق حدودية محيطة بالقطاع. وأوضحت وكالة أنباء معنى الفلسطينية أن من بين المواقع التي جرى استهدافها بصاروخين موقع بدر التابع لكتائب القسام غرب مدينة غزة، كما أطلقت 5 صواريخ على الأقل على مواقع السفينة غرب المدينة. ويطلق سكان القطاع طائرات ورقية محملة ببالونات حارقة بداخلها أقمشة مشتعلة باتجاه مستوطنات ما يعرف بغلاف غزة منذ بداية مسيرات العودة التي انطلقت نهاية آذار الماضي كوسيلة للاحتجاج ضد الحصار الإسرائيلي للقطاع. فقد أدى ذلك إلى إحراق آلاف الدونمات الزراعية للمستوطنين، ومن ضمنها حقولا في أكثر من 12 موقعا في المنطقة المجاورة لغزة. وقد تمكنت هذه الخطوة من إشعال غضب سلطات الاحتلال التي أكدت أنها تعتزم الاستقطاع من أموال الضرائب التي تحولها إلى الفلسطينيين من أجل تعويض المستوطنين المزارعين المتضررين، إلا أن ذلك لم يثني سكان غزة من الاستمرار في إحراق حقول يحتلها العدو الصهيوني. وقد أطلقت قوات الاحتلال النار على مجموعة من الشبان كانوا يحاولون إطلاق طائرات ورقية حارقة في مخيم العودة شرق خان يونس، ما أدى إلى إصابة مواطن فلسطيني. واستهدفت بصاروخ استطلاع مجموعة أخرى شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال طلال إرسلان يقول إن زمن الهزائم قد ولى رغم محاولات البعض الانبطاح سعيا وراء العملة الخضراء. أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال طلال إرسلان على عمق العلاقة التي تربطه بإيران، مشددا على أن محور المقاومة الممتد من طهران حتى دمشق انتصر على المشروع الإسرائيلي. كلام إرسلان جاء عقب استقباله السفير الإيراني لدى لبنان محمد فتح علي في زيارة وداعية. خط المقاومة هو خطنا، هو انتمائنا، مش من أجل السياسي ومش من أجل مكسب سياسي ولا من أجل البيع والشراء في أسواق السياسة اللي تعود عليها الكثيرين مع الأسف في هذا البلد وفي هذه الأمة، إنما فقط لنعيش بكرامتنا. وأنا بعتبر هيدي كافية إذا قدرنا نعيش أولادنا بكرامتهم في هذه الأمة. وكان السفير الإيراني محمد فتح علي قد زار كذلك مودعا النائب السابق فيصل الداود. أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أن على الجميع في جزين أن يعملوا من أجل جميع أبنائها من دون أي تفرقة، لا لأسباب سياسية ولا لغيرها. كلام عون جاء في خلال استقباله نواب جزين زياد أسود وإبراهيم عزار وسليم الخوري ورئيس بلديتها خليل حرفوش مع وفد من كهنة رعية مرمرون ولجنة الوقف فيها ومخاتيرها. ولفت عون في خلال اللقاء إلى حاجة جزين للتضامن وقال لا تدعوا أحدا يتطاول عليها، فهي مرت بظروف صعبة للغاية وعانت احتلالات عدة وبقي الجزينيون صامدين. وشدد على وقوفه دائما إلى جانب المنطقة وأهلها، كما إلى جانب كل المناطق اللبنانية للدفاع عنها وحماية مصالحها. وعرض عون التطورات السياسية الراهنة ومسار تشكيل الحكومة الجديدة وحاجات عدد من المناطق اللبنانية في خلال استقباله تباعا النواب ماريو عون، روجي عزار وأجوب بكرة دونيا، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانسو. لفت المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى أن هناك إقبالا لدى شريحة واسعة من النازحين السوريين على العودة، مرجحا في حديث للجمهورية أن تكبر العودة تباعا ككرة ثلج ستتدحرج على رؤوس أصحاب المصالح ممن يحاولون تعطيل هذا المسار. وكشف في سياق آخر أن الأمن العام سينجز هذا الأسبوع مهمة التدقيق في الأسماء الواردة في مرسوم التجنيس، وأن حصيلة المسح حتى الآن تظهر أن أسماء عدة منحت الجنسية يجب أن تشطب لأسباب أمنية وقانونية. من المقرر أن تصل إلى بيروت الخميس المقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في زيارة رسمية تستمر يومين، تعقد في خلالها محادثات مع رؤساء ثلاثة ميشيل عون ونبيه بري وسعد الحريري، الذي تعقد معه أيضا مؤتمرا صحفيا مشتركا تركز فيه على استقرار لبنان وضرورة مساعدته في مواجهة أعباء النزوح السوري. وأفادت صحيفة اللواء أن المستشارة الألمانية ستعلن في أثناء محادثاتها مع المسؤولين اللبنانيين عن منح لبنان قرضا ميسرا جدا بقيمة 500 مليون يورو من خارج مقررات مؤتمر سادر الأخير الذي انعقد في باريس، وذلك من أجل مساعدة لبنان اقتصاديا وماليا. ولم يستبعد مصدر مطلع أن تخيم على محادثات ميركل في قصر بعبدة الأزمة التي خلفتها تصريحات السفير الألماني مارتن هوث، والتي اتهم فيها المسؤولين اللبنانيين بالكذب فيما يتعلق بمسألة عودة النازحين السوريين في ضوء الأزمة التي فجرتها إجراءات وزير الخارجية جبران باسيل بحق المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. بعد الإعلان صهر الملك داخل السجن. أهلا بكم من جديد. ضرب زلزال صباح اليوم غرب اليابان بقوة 6.1 وفق المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم فتاة في 9 من عمرها وإصابة أكثر من 200 شخص بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية. كما تسبب الزلزال بانقطاع التيار الكهربائي وتفجر أنابيب المياه وتعليق حركة القطارات في منطقة غرب اليابان بالقرب من مدينة أوساكا من دون أن يرد تحذير بحصول
لحصول موجات تسونامي بحسب ما أعلنت السلطات. وسارع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي إلى إعلان حال التعبئة الحكومية وقال إن الأولوية هي لإنقاذ حياة الناس، وأمر فريقه بأن يجمع فورا المعلومات عن الأضرار. في واشنطن أصيب عدد من الأشخاص من جراء إطلاق نار داخل أحد مراكز التسوق في مقاطعة ثيرستون، وأفاد شهود وفق ما ذكرت سكاي نيوز أن شخصا أطلق 10 طلقات على الأقل في المركز. وكان حادث إطلاق نار آخر وقع في مدينة ترينتون عاصمة ولاية نيو جيرسي الأمريكية، وذلك عندما فتح عدد من الأشخاص النار في موقع مهرجان للفنون قبيل الثالثة فجرا، وأسفر الاعتداء عن إصابة نحو 20 شخصا بينهم فتى حاله حرجة، فضلا عن مقتل أحد المشتبه بهم ويبلغ من العمر 33 عاما بحسب ما أعلن مدعي عام المقاطعة. كما ضبطت الشرطة عددا من الأسلحة في الموقع. والمهرجان الليلي للفنون في ترينتون ومدته 24 ساعة هو حدث سنوي تشهده المدينة التي يبلغ عدد سكانها 85 ألفا وتقع على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب نيويورك. أعلنت الشرطة الهولندية أن حافلة ركاب دهست فجر اليوم حشدا من المواطنين في مهرجان موسيقي جنوب البلاد، وأسفر الحادث عن مقتل شخص واحد وجرح ثلاثة آخرين. وذكر بيان للشرطة أن الحافلة أسرعت مبتعدة عن الموقع وتجري ملاحقتها. وحصل الاعتداء في حفل بينك بوب، وهو مهرجان يقام في إقليم ليمبريدج في جنوب هولندا. أدخل إيناكي أوردانغارين صهر العاهل الإسباني السجن بعدما حكم عليه بالاستئناف بالسجن 5 سنوات و10 أشهر بتهمة اختلاس أموال. وأوضح متحدث باسم إدارة السجون أن زوج الأميرة كريستينا شقيقة العاهل الإسباني الملك فيليب السادس دخل سجن بريفا شمال مدريد صباح اليوم. وكان القضاء الإسباني أمهل أوردانغارين لاعب كرة اليد السابق الحائز على ميداليتين برونزيتين في الألعاب الأولمبية أمهله حتى منتصف ليل الاثنين كي يتوجه إلى السجن. وحكمت المحكمة العليا في الاستئناف بمدريد الثلاثاء الماضي على صهر الملك فيليبي بالسجن بتهمة اختلاس مع شريك له ملايين اليوروهات من المساعدات التي قدمت إلى مؤسسة نوس غير الربحية التي كان يرأسها. وكان المسلسل القضائي مع العائلة الإسبانية المالكة قد بدأ في مطلع العام 2010، وبعد توليه العرش في حزيران عام 2014 أبعد الملك الجديد شقيقته وزوجها من الاحتفالات الرسمية، وسحب من أوردانغارين لقب الدوق الذي كان قد منح له. وأقام الزوجان منذ ذلك الحين بعيدا من المصورين مع أبنائهما الأربعة في سويسرا. بعد الإعلان أزمة مياه في مجد العنجر. أهلا بكم من جديد. أعلن رئيس بلدية مجد العنجر سعيد ياسين في مؤتمر صحفي أن أهالي المنطقة يعانون انقطاع مياه الشفة بشكل متواصل منذ نحو شهر ونصف الشهر بسبب الإهمال المتواصل من مصلحة مياه شمسين وعدم اكتراثها في تقديم الحلول رغم المراجعات المستمرة من البلدية. المشاكل التي نعاني منها، ورشة تصليح الأعطال التابعة للمؤسسة لم تقم بمهامها في مجد العنجر منذ سنتين، بل إن كافة التصليحات الأعطال على نفقة البلدية. عدم تصليح الآبار وتوقف أكثر من 100 بير مغذي للبلدة. منع خطي أي عطل أو تسرب الشبكة وجه للبلدية من قبل مؤسسة مياه البقاع. عدم وجود موظف يعمل على توزيع المياه للأحياء ضمن الشبكة. استمرار تغذية الكثير من الأحياء عبر الشبكة القديمة المهترئة رغم جهوزية الشبكة الجديدة في كل البلدة. عدم تمديد شبكات تغذية موصولة بالآبار المجهزة. لا يسعنا إلا أن نطالب مؤسسة مياه البقاع علنا بتحمل كافة مسؤولياتها وتأمين المياه لكل أحياء البلدة بشكل عادل أسوة بباقي البلدات المجاورة. ونحن كبلدية نضع كل إمكانياتنا بتصرف المؤسسة خدمة لأهلنا في مجد العنجر في سبيل حل معضلة المياه المزمن.
إلى ذلك أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان أنه بعد إجراء الفحوص الجرثومية والكيميائية على عينات عدة من المياه المستثمرة والموزعة من قبل مصالح المياه المدموجة في المؤسسة في خلال شهري أذار ونيسان من العام 2018، تبين وفقا لنتائج الفحوص الجرثومية أن المياه سليمة وخالية من الجراثيم، وكذلك فإن الفحوص الكيميائية تثبت أن المياه لا تشكل ضررا على الصحة وتدخل بمعظمها في إطار الجودة والنوعية للمياه الصالحة للشرب المعتمدة عالميا ومرتبطة بطبيعة المواقع الهيدروجيولوجية وتتأثر بعدم وجود نطاق حماية لمصادر المياه الجوفية في هذه المنطقة. أما فيما يتعلق بنسب الملوحة فهي مرتفعة خصوصا في أبار الزغزغي، عين الشيخ وطميش، وفي خزان النعم الرئيسي، وفي محطات وخزانات وأبار المشرف، الدمور، الشويفات وجالوري سمعان. وتعمد الدوائر المختصة لمعالجة النوعية وبعض الخصائص الكيميائية الأخرى بتغذية هذه المصادر وخلطها بحسب بيان المؤسسة. في النشاطات الإنسانية المرتبطة بعيد الفطر، وزعت جمعية المبرات الخيرية كسوة العيد لصالح 4600 يتيم ويتيمة في مؤسساتها الرعائية العشرة المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية. ووزعت ثياب العيد على الأيتام في حفلات ترفيهية تخللتها فقرات فنية متنوعة من أجواء العيد وألعاب خفة وإفطار للأطفال بمشاركة المدير العام للمبرات محمد باقر فضل الله ومديري المؤسسات ومديري الدوائر المركزية في الجمعية وداعمين ومتطوعين وكافلين للأيتام. وعن المناسبة قال فضل الله إن مشروع كسوة العيد يسعى إلى رسم البسمة على شفاه الأطفال الأيتام وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، معربا عن شكره لأهل الخير ودعمهم الأيتام الذين ترعاهم جمعية المبرات الخيرية. محمد قاسم يعاني إعاقة دائمة منذ الولادة ووالدته تناشد المساعدة. الشاب محمد قاسم البالغ 19 عاما يعاني منذ ولادته شللا عاما يعجز معه عن الحركة والكلام. والدته أمال دأبت على خدمته والعناية به بعد وفاة زوجها، ما ألزمها التوقف عن العمل للبقاء إلى جانبه وتلبية حاجاته من رعاية ودواء يصعب عليها توفيره باستمرار، وقد ناشدت ذوي الضمائر الحية والأيادي الخيرة مساعدتها. حالته صعبة كتير، لا بيحكي ما بيحكي ولا بيعرف شيء، أنا بطعمي وأنا بشربه وبحفظه، يعني عنده إعاقة من كل الجهات. صار عمره هلا 29 سنة، حاطه صعب كتير بالمرة، يعني صار زلم يعني كتير، يعني ما عاش فيه، يعني تعبت كتير. أنا بطلب من الله، بطلب من الجامعة بشهر رمضان إن يساعدوني فيه، يعني أنا بطلب إنه بحبوا يساعدوني، إذا بحبوا يساعدوني بهالشهر الفاضل بالنسبة له، إنه بجيب له إدوة، بجيب له فضل، بجيب له أشياء كثيرة، يعني هو بحاجة كثير. هذا اللي بطلبه من الله، والله عايش لي وخلي لي، والله وفق كل واحد ابن حلال. بدمعة وحسرة تأمل هذه الأم أن تلقى مناشدتها صداها عند أصحاب القلوب الرحيمة. كان في هذه النشرة محركات التأليف تنتظر عودة الحرير والعقد على حالها. طائرات غزة الورقية تشعل حقول الإسرائيليين. والاحتلال يرد بالغارات. عشرات القتلى بغارات على موقع للجيش السوري في ريف دير الزور. زلزال يضرب اليابان حاصدا ضحايا. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد .tv وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.